بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا. فصل من فصول قصة نضال ملاك لكي تكمل طبعا معها إن شاء الله الأمل في الحياة. ملاك هذه الشابة التونسية التي عرضت قصتها في برنامجنا وهي تطلب يد المساعدة في وقت طبعا تكالبت فيه عليها ظروف الحياة من عوز وفقر ومرض خبيث وهو السرطان. طبعا هذا المرض الذي لم يرحمها. هي اليوم الحمد لله وصلت إلى الأردن لتبدأ رحلة العلاج بعد تبرع العاهل الأردني بعلاجها مجانا في مستشفى بعمان متخصص بعلاج السرطان. في هذا التقرير طبعا تجاوزت ملاك حاجتها طبعا لنفقات العلاج، ومن هذا المنبر الإنساني نتمنى لها جميعا، نتمنى طبعا أن نأتي اليوم الذي نعرض فيه تقريرا لها وهي ترتدي ثوب الشفاء من ذلك الذي يلقبونه بالخبيث ألا وهو السرطان بإذن الله. الزميل عماد العضالي معه التفاصيل من عمان. اللهم لك الحمد يا رب والشكر، وإن شاء الله بنتي تبرى لهنا، ونشكر القناة تاع الام بي سي اللي وصلت لي صوتي، فهمتني، صوت بنتي باش عرفوها، ونشكر الملك عبد الله الله يجازيه خير اللي هو تبنى لي بنتي اللي باش يداويها. يا ربي إن شاء الله نحن نعتقدوا الخير، ويا ربي معانا يا رب، نتمنى شفاء بنتي ولي عاملوا ربي مليح. الحمد لله يا رب، كله ابتلاء من عند الله سبحانه، اللهم لك الحمد. من ذاك المرض الذي يسكن الجسد حيا ويأبى أن يتركه حتى يموت، من دموع الحزن والألم، من رحم حرقة الأوجاع، من أمل بالحياة ظنوا أنه ضاع، جاءت ملاك وحكايتها مع مرض السرطان بدت تخط أول كلمة في سطور رحلة العلاج الذي طال انتظاره 7 سنوات. آلاف الدعوات كلها رجاء وأمنيات بالشفاء في تقرير للإم بي سي ظهرت به ملاك وأهلها، وفيه الله شاء ألا ترد دعواها تلك التي وصلت من تونس لمسامع العاهل الأردني الذي أمر بعلاجها هنا في الأردن. وانهارت البرنامج، قعدنا نتفرجوا يعني، واتصلوا بي مباشرة قالوا لي راهو الملك عبد الله هو راهو تقبب ملاك شلغومي باش يداويها في الأردن. نهارتها مش نورمال، ما يولي نتكلم يعني مع الهواء معاهم، يولي نمشي للبيت هكا، يولي نرجع، مشني ممنة بصراحة، بصراحة مشني ممنة بالكل. يا ربي يا ربي الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي والله، ويعطيه الصحة وبارك الله فيه. نهارتها لي ما منتش تو نسمع تو يعني نسمع وكل شيء، وقالوا لي نتاع البرنامج يكلموا فيا كل، وانا ماشني ممنة، فهمت، فرحت مك نهارها والله، تهز المورال شويه بالحق، ما كانش فما امل قبل. بالتقييم الاولي لملاك وجدنا الان انه لديها ورم ثاني، سنضع خطتنا العلاجيه او بدانا في وضعها منذ وصولها، بحيث ستباشر في تلقي العلاج الذي يوصلها إلى مرحلة التحسن التدريجي إلى أن نصل إلى النتائج النهائية. مرض السرطان الذي يسكن جسد ملاك حاله من حال أبواب موصدة، مفتاحها الوحيد الفرج، الفرج الذي كان أول قطرة من غيث انتظارهم للحظة وصول ملاك لمستشفى متخصص بعلاج حالتها الصعبة. ومهما كان الأمل ضعيفا فالإيمان بقدرة الله يبقى كحبل سري يربط ملاك بالحياة، ملاك التي لم تستكن لذلك الخبيث، وها هي تبدأ أول معركة من حربها التي فيها الحياة تقاتل علها تهزم الموت. كنت يعني حاسة على الأمل، كنت مانيش مش نبرة يعني نمشي ونموت، لما يجيت أنا هون رجع فيا الأمل وفرحني كثير لما حطوني في الـ FGC، ويعني وصل وصوتي
للناس الكل، ويعني ونتمنى للملك عبد الله لنا الله يجزيه خير، اللهم ارحم من رحمني وفارح له عظيم الثمن. من تونس جاءت ملاك، وثورة بلدها زرعت في روحها انتفاضة أمل جديدة تطالب أن تحيا الحياة دون مرض خبيث. فرض نفسه كطاغية آمر ناهي، حان وقت خلعه من هذا الجسد الصغير النحيل، من جسد ملاك قادم من تونس. ما هي الحياة وما معناها لولا فسحة الأمل؟ وكيف لنا أن نحياها دون مقاومة الموت؟ بهذا ستبدأ ملاك حربها مع مرض السرطان، حاملة في جسدها شعلة ثورة تونسية أرادت الحياة رغم طاغية حاكم. هذه المرة كان اسمه المرض. لبرنامج ام بي سي في اسبوع ماد العضاية، عمان. والأمل بالله كبير، أكيد نسأل الله أن يشفيها على ملاك، وإن شاء الله يا رب نعرض تقرير وهي بثوب العافية والصحة بإذن الله. هي لموضوع آخر مشاهدينا.